وين بده يهرب مني هالمحتال هذا؟ يب عن مين عم تحكي هذا؟ عن سليم. مين سليم؟ مين سليم؟ لك سليم مدير شغل القديم. ايه شو بيه؟ شو بيه؟ كل ما بدق له بيرد علي بقول له يا خواجه سليم بخصوص المصريات بقول لي ما تحكيني هلا عم سوق دخيلك هلا بس اوصل على البيت بحكيك بس بيحكيني. يب طيب شو بدك تعمل هلا اذا ضل هيك يعني شو فيك تعمل؟ حليتها. كيف؟ جبت رقم بيته. لا ايه والله 01 هلا بدق له على بيته ما في الا والله عم سوق بحكيك بعدين وما بيعود يحكيني انه قاعد ببيته. طب حياتي من الاول كنت تعملها هيك هشو تعذب لك شهرين. هلا رح نعملها. دق له. عم دق له. رد لك يا عم عم دق له. رد شو صحن صحن مرحبا. الو ايه مرحبا خواجة سليم. ايه اهلا 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 حبيبي كيفك انت؟ ما كون عم بزعجك مشغول شي؟ لا ابدا خير شو في؟ بس بدي ذكرك تدفع لي مصرياتي. ايه تكرم عينك مش ناسيك على راسي. اي متى يعني؟ لو بتحكيني بعد شوي. ليش؟ لانه عم سوق. طيب يا معلم خلص سوق عملك تبع الطريق. شو هاي سوق عمالك؟ لا الزلمه عم يحكيني من السيارة. ولكيف سوق عمهلك؟ انت مش طلبته على 01 رقم بيته كيف بيكون سوق عمهلك؟ لك ايه مزبوط. لا عنجد؟ ايه والله عنجد. تعرف شو؟ انا شايفة سليم ما عم بيسوق الا شغلة وحدة. وهي؟ هيدا الحمار اللي قاعد هون. والله فيها نظرين.